بالنسبة فكرة عظيمة جدا، لأنها طبعا هتنشر الثقافة ما بين الناس، ودي أهم حاجة إن الواحد ممكن يبص يلاقي في أي مكان كتاب يقراه. ده هي فكرة جميلة جدا والله، كويسة، ويا ريت كل الشباب برضه يفكروا في نفس الفكرة دي. أنا شايف إنها فكرة رائعة بترسخ للقراية في وقت يمكن الناس بطلت تقرا فيه، وتمن الكتب والورق والتصوير والطباعة غالي جدا، ففكرة إن حط كتاب وخد كتاب حاجة جميلة أوي. تبادل الكتب والتبادل الثقافة ده أمر جميل أوي، يعني لفت انتباهي وأنا معدي. الفكرة بتاعت المكتبة هنا حلوة جدا، عجبتني، استوقفتني وأنا ماشي، حتى مش يعني ما أول مرة أشوفها. فكرة جديدة بتعلم الشباب إن يعني إن إحنا نفكر في أفكار مجنونة، حاجة أوت أوف ذا بوكس، مش لازم حاجة معروفة قبل كده نقدر نعملها. نفسي إن الفكرة دي تطبق في مصر كلها وجميع المحافظات، يا ريت يطبقوا نفس الفكرة دي، فكرة رائعة وجميلة جدا. أتمنى فعلا الفكرة تنتشر في مصر ويبقى فيه تبادل من كتب. ياما عندنا كتب في البيت ممكن تقرا مرة واتنين مش محتاجها، في كتب مش قادر اجيبها، فينفع ان انا احط كتاب واخد كتاب. فنتمنى حاجه زي كده تنتشر في مصر. بحب جدا ان الفكره زي دي تنتشر، تبقى موجوده في المدينه العامه والاماكن الكبيره، الناس تكون متواجده فيها زي المكان ده بالظبط، لان هي تقدر تخلي ناس كتير تشوف مواضيع مختلفه. يعني لما بصيت جوه المكتبه لقيت فيها مواضيع مختلفه، فاستهواني ان انا مثلا بكره ممكن اقدر اجيب كتاب احطه في المكتبه هنا، كتاب تاني انا محتاج اقراه او كده، في معلومات كتير مثلا تعيش فيها. وارد، لكن لو سرقوا كتب وقروا ده شيء كويس. مفيش حد يقدر ان هو يسرق مكتبه زي دي طبعا. بصوا، في الواقع الكتب اللي جوه المكتبه مش هتتعرض للسرقه، هي المكتبه نفسها هي اللي بتتعرض للسرقه، يعني الخشب والحاجات اللي موجوده فيه، بس لو في كذا حد عايز كذا حد اللي هيحميها الناس اللي بتتعامل بيها، لو فضلت متسابه كده ما حدش بيجي جنبها اكيد في وقت من الاوقات هتتسرق، لكن لو الناس في رجل عليها وحد بيجيب كتاب وبياخد كتاب فاكيد عمرها ما هتتسرق.